شيرين بيوتي تفاجئهم في آخر ظهورها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع شيرين بيوتي اللي قامت اليوم بنشر بوست جديد من حفلة عيد ميلاد نارين بيوتي، والجمهور عم ينتظر لايك أسامة على بوست شيرين. أيضا انهالت على شيرين تعليقات كثيرة من طرف جمهورها عم يسألوها وين اختفى بوست العيد، ولاحظ البعض انه شيرين لما نزلت بوست العيد صار يختفي ويظهر وصارت فيه مشكلة. نمر الى اليوتيوبر غيث مروان وصار الورع اللي تفاعلوا اليوم بمجموعة من الستوريات. سارة غارت على غيث انه هو صور بنات، اترككم على اللقطة. مش طبيعي كيف هيك بيمشي، كيف دنبه كمان. من اي بومرانيا بالضبط عم تحكي؟ ابيض، اقسم بالله ما شفت شيء حتى عشان بعد. شو كان لون البومرانيا الثاني؟ ابيض وبيج. اي والله بيج، والله سوري، ابيض واسود. والله والله ابيض وبيج، والله والله ما كنت، والله انت والله انا هني عذره.